بسم الله الرحمن الرحيم. قصيدة أيا صوفيا للشاعر الكبير حافظ إبراهيم رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: أيا صوفيا حان التفرق فاذكري عهود كرام فيك صلوا وسلموا، إذا عدت يوما للصليب وأهله وحلى نواحيك المسيح ومريم، ودقت نواقيس وقام مزمر من الروم في محرابه يترنم. فلا تنكري عهد المآذن، إنه على الله من عهد النواقيس أكرم. تباركت بيت القدس جذلان آمن، ولا يأمن البيت العتيق المحرم. أيرضيك أن تغشى سنابك خيرهم حماك، وأن يمنى الحطيم وزمزم؟ وكيف يذل المسلمون وبينهم كتابك يتلى كل يوم ويكرم؟ نبيك محزون وبيتك مطرق حياء، وأنصار الحقيقة نوم. عصينا وخالفنا فعاقبت عادلا، وحكمت فينا اليوم من ليس يرحم.